السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، Hadrotul Musabi'ul Kiram, Agustu Mudirul Madrasah, Hadrotul Asatidun, Hadrotul Mudabbirina Izzah, Hadrotul Asdiqa'il Akhibah, Wa ayyuhal hadiruna rahimakumullah. Awalan, hiya ala syukrillah, anta wajalalladhi qad wahabana ni'matan kasirah wa muwaffiratan hatta tastati'u an najtami'u fi hadha makanil mubarak. Wa saniyan, ud'ukum ila tahiyyati nabiyyil karim sahibil lil wa islami sayyidana muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ahli sayyidina muhammad. وأخيرا أقول شكرا كثيرا إلى رئيس الجلسة الذي قد أعطاني فرصة ثمينة لأن أكتب أمامكم أجمعين تحت الموضوع طلب العلم في الجد. أيها الإخوان، العلم مهم جدا لأن بدون العلم فلم تكن حياتنا موجهة. والعلم هو زين لمن يطلب به كما قال الشاعر تعلم فإن العلم زين لأهل وفضل وعنوان لكل محامد. ولنيل العلم فهو بالتعلم أي طلب العلوم العامة والعلوم الدينية أيضا. أما العلوم العامة مثل الرياضة واللغة الإنجليزية وغير ذلك، فالعلوم الدينية مثل علم الفقه والعقيدة الأخلاق وغير ذلك. ولذلك هيا بنا نجعل العلم وزين لنا بطلب العلم ولو كان مكانه بعيد كما قيل في مقالة اطلبوا علمي ولو بالسن ونحن كطلاب جئنا من اي منطقة. في هذه المدرسة لنتعلم علمي. ايها الحاضرون الشهداء، اقول قولي هذا والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.